مساء الخير يا شباب، يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنتكلم عن قاهرة قطب موجب. أول حاجة نتكلم عليها وصف القاهرة أو ما هي القاهرة. هي أهم المدن جميعا، بل إن تاريخها يعادل مجموع تاريخ عواصم غرب أوروبا كما أشار جمال حمدان. هي القلب النابض ومكان العلم لمن أراد إليه سبيلا. هي مدينة جمعت حضارة الغرب وسحر الشرق، وهي محط أنظار لكل من أراد السيطرة وإعادة إنتاج جغرافيا العالم العربي والشرق الأوسط. فهي موضع الجذب مثل القطب الموجب اللي هو المهبط الذي يستقبل الإلكترونات من القطب السالب حتى ينتج الشحنة الكهربائية، كما إنها كانت هادئة مع المسلمين طاردة للغزاة. يبقى عرفنا ليه القاهرة اسمها قطب موجب، لأنها بتستقطب كل الناس، كل الغزاة وكل المسالمين، كل الناس سواء غزاة أو مسالمين. تمام. طب ما هي القاهرة أو الأحداث المهمة التي شهدتها القاهرة؟ هي التي شهدت معركتي قادش الأولى والثانية، حيث أراد الحيثيون الهند والأوروبيون مناوئة الفراعنة، فاستولوا على الممالك القديمة ولم يبقى أمامهم غير المصريين الذين وقفوا أمامهم في معركتين، قادش الأولى بزعامة سيتي الأول وقادش الثانية بزعامة رمسيس الثاني، وانتهت المعركتان باتفاقيتي سلام بين الطرفين وزواج رمسيس الثاني من إحدى الأميرات الحيثيين. ثم انتهت الإمبراطورية الحيثية بعد ثورة البحر المتوسط، اللي هي ثورة شعوب البحر المتوسط أواخر القرن الـ12 قبل الميلاد. ده أول حاجة شهدتها القاهرة. تمام. كما أن القاهرة هي الأرض التي شهدت انطلاق صلاح الدين الأيوبي وصد الشرق وصد الاستعمار الغربي المتمسك في الدين اللي هو الصليبيين، أنه صد عن الشرق مواجهة الاستعمار الغربي المتمسك في الصليبيين أو الصليب. كما أن القاهرة هي المدينة التي عادت إنتاج قائد التاريخ المملوك الأمير محمود بن ممدوح الذي جاء البلاد من بلاد غرناطة، وعرفه التاريخ المصري باسم سيف الدين قطز الذي رد خطر التتار عن مصر والشرق الأوسط. كما أن القاهرة هي التي غزاها الفرنسيون اللي هي الحملة الفرنسية وحملة نابليون أكثر من 3 سنوات، ونهبوا خلالها كنزا من المخطوطات من المساجد والزوايا والكنائس والكتاتيب، والتي أبت أن يمر عليها الفرنسيون مصر القاهرة يعني أبت رفضت أن يمر عليها الفرنسيون بما يحملونه من تقدم مرور الكرام. فشاهدت القاهرة ورقبت ثم استفادت من مظاهر تقدمهم في إقامة دولة حديثة على يد محمد علي، إضافة إلى كتاب متميز ألفه علماء الحملة وهو عن مصر والمصريين، هو كتاب وصف مصر. القاهرة هي التي تمكن منها العثمانيون وغزوها 1517 لمدة 4 قرون، وحاولوا سلخ جزء من هويتها عندما جعلوا التركية لغة الدواوين بدلا من العربية. فجاءت القاهرة مع بداية القرن 19 عندما تجمع الشيوخ الأزهر والأشراف والأعيان والتجار معترضين على الوالي التركي خورشيد باشا وأجبر السلطان العثماني على اختيار محمد علي واليا على مصر. فكانت القاهرة أول عاصمة عربية تختار حاكمها في العصر الحديث. كما أيضا القاهرة هي التي انفصلت جزئيا عن التاج العثماني وتمردت عليه بزعامة محمد علي الذي وصل الجيوش وبلاد اليونان، واتفقت عليه إنجلترا وفرنسا وروسيا اتفقوا على محمد علي، وأرسلت الدول الثلاثة أسطولا كبيرا بقيادة كورنيكتون الذي أوقف التقدم المصري في معركة ميناء نفرين. القاهرة هي التي استوعبت المبدعين الشوام الفارين من الاحتلال التركي حول منتصف القرن 19. هؤلاء المبدعون الشوام الذين أسهموا في نهضة مصر أدبيا وثقافيا وفنيا، وصاروا جزءا من النسيج القاهري بعدما ضمتهم القاهرة واحتوته. إنها القاهرة الخديوية التي شهدت افتتاح أول دار أوبرا في الشرق سنة 1869، في الوقت الذي كانت تشهد فيه أيضا تشييد قصر عابدين الذي يمثل تحفة معمارية يشهد على تطور الحكم والحياة في القاهرة. إنها أيضا القاهرة التي زارها الرحالة الإيطالي فيليكس فابري
ودهش عندما دخلها ليلة هلال رمضان من كثرة الأضواء والمشاعر والفوانيس المختلفة الأحجام والأشكال. إنها مدينة التسامح، فكان مصطفى وجرجس وعزرة لحمة وسادة، يعني في نسيج الوطن، يعني واحد في نسيج الوطن. مثلما كان مسجد عمرو بن العاص والكنيسة المعلقة ومعبد عزرة اليهودي متقاربين في حي مصر القديمة. طيب هناخد دلوقتي سبب تسمية القاهرة بهذا الاسم. أولا مرجعية دينية مصرية قديمة، حيث أن هناك من يرى الاسم تحريف لي قاهرة أي موطن الإله رع، وتفسير يخلع قدسية على المكان الذي يمثل موطن المعبود ويربط الأرض بسكانها الأصليين. تاني حاجة مرجعية سياسية، حيث أن القاهرة سميت بذلك على اسم قبة في أحد قصور الفاطميين بالمغرب. ثالث حاجة مرجعية لغوية تتمثل في الدلالة، فالقاهرة سميت بذلك لأنها تقهر الغزاة والمعتدين. رابع حاجة مرجعية قدرية تتمثل في أن الفاطميين عندما أرادوا بناء القاهرة انتظروا طالع سماوي، طالع يعني نجم كده يطلع في السماء معين حتى يرموا أساس مدينة القاهرة، واتفقوا مع المنجمين على ساعة هذا الطالع، ولكن مشيئة الله أرادت أن يقع غراب على الحبل المتفق عليه تحريكه عند ظهور الطالع. يعني هو كان المنجمين فوق في الجبل من فوق، وكان في حبل اللي هم مدلدلينه، وكان في جرس، قالوا لهم اول ما نهز الحبل ويرن الجرس تبتدوا ترموا الاساسات. فبيقول لك ان في غراب جه وقف على الحبل ده، وكان لسه الطالع لم يظهر بعد، فرن الجرس فرموا الاساسات، فصرخ المنجمين من فوق اعتراضا وقالوا القاهر في الطالع. يعني ايه القاهر ده؟ المريخ اللي في الطالع، مش النجم اللي احنا بنقول عليه. وهو يعرف يعني، عشان كده المريخ كان يعرف بالطالع بالقاهر انذاك، فعشان كده سموها القاهره. طب ارتباط القاهره باسم مصر المحروسه. قال عبد الحليم نور الدين في كتابه اثار وحضاره مصر القديمه الجزء الاول، الا ان لقب المحروسه يطلق على القاهره. ليه؟ لانها كانت مكان اقامه الملوك والخلفاء والامراء الفاطميين فقط، وذلك عند تاسيسها، ولا يدخلها احد الا باذن، ولذلك أحيطت بسور ولا يدخل إلا من بوابة عليها حراسة، عشان كده قالت المحروسة، يعني عليها حراسة، بوابة عليها حراسة محروسة. ويؤيد ذلك ما دون على أساس باب الفتوح وباب النصر في سور القاهرة الشمالي الذي أنشأه بدر الجمالي. كما إن لدى المصريين عادة في إطلاق اسم إحدى الكيانات الكبرى على العاصمة أو العكس، فصار الاسمين القاهرة المحروسة أو مصر والقاهرة رمزا للآخر ودليل عليه. لذلك نجد من يسافر القاهرة يقول أنا رايح المحروسة أو أنا رايح مصر، لأن عندهم عادة أن يطلقوا اسم الكيان الكبرى على العاصمة. طب وضح. يعد بناء القاهرة حالة من حالات الاستشراق. ليه؟ لأن فقد جاء الفاطميون من المغرب العربي إلى الشرق، هو جايين استشراق من المغرب العربي للشرق ليهيمنوا على الدولة الإسلامية، فكانت القاهرة ركيزتهم، فبناءها يعتبر استشراق لأنهم جايين من الغرب للشرق. فكانت القاهرة ركيزتهم في ذلك الوقت، حيث أقاموا ملكهم هناك وسلبوا العباسيين سلطانهم إلى أن زال الحكم الفاطمي على يد بني الأيوب. طب وضح. استولت القاهرة على اهتمام الرحالة الأجانب، مثال الإيطالي برنارد نبخ وفابري الذي زار مصر مرتين، والفرنسيان خان باليرين وجاك دي فيلامون، والأيرلندي ريتشارد برينتو، والإنجليزي إدوارد ويليام لين الذي زارها 3 مرات. ولم يتوقف الاهتمام عند الأوروبيين فقط، بل وصل إلى الرحالة الفارسي ناصر خسرو الذي زار القاهرة في القرن 11 وكتب عنها كتابه سفر نامة، وتعني بالعربية سجل أو مخطط رحلة، وقد صدر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب سنة 1993 وترجمه يحيى الخشاب ورجعه عبد الوهاب عزام. وقال خسرو عن القاهرة: تبدو من بعيد مدينة مصر، ولاحظ هنا قال مصر مش القاهرة، وهنشوف تعليق على الموضوع ده، كأنها جبل، كما توجد بيوت مكونة من 14 طبقة وبيوت من 7 طبقات. ولنلاحظ أنه أطلق اسم مصر على القاهرة، وهذا يؤكد تداخل التسميتين للدلالة على مكان واحد. كما تناول خسرو نظافة القاهرة وجمالها وتمدن العمران القائم فيها، كما يوجد فيها خصوصية ورفاهية. وبكده نكون خلصنا القاهرة كتب موجب. يا رب تكونوا استفدتوا، وشكرا ليكم.